على القناة الوطنية الأولى في برنامج صباحكم تونسي. كالعادة نتلقاو اليوم مع مضمون إن شاء الله باش يكون فيه برشا نكهة رمضان ومفهوم التكافل، مفهوم التآزر، مفهوم أن نعاونوا بعضنا في شهر رمضان الفضيل. إن شاء الله غدوة باش يكون بداية شهر رمضان المعظم. إن شاء الله رمضانكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. إن شاء الله كل دعواتنا يا ربي في رفع البلاء على العالم الكل وعلى الإنسانية الكل يكون مستجاب في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل اللي كنا نستناوه، اللي إن شاء الله السنة باش يتعدى بنكهة خاصة. رمضان السنة عنا برشا لمة عائلية، عنا القعدة في الدار، عنا احنا ملتزمين بالحجر بتاعنا أيضا في شهر رمضان المعظم. العائلة باش تتلم أكثر، تقرب من بعضها أكثر، نجموا نرجعوا لك السهريات المزيانة، السهريات الزمنية اللي فقدناها، الناس اللي ولات لاهية أنها تخرج القهاوي وتسهر قداش البرة، الناس اللي بعيدة على بعضها، الناس اللي كل واحد عنده جو خاص. السنة إن شاء الله في رمضان باش يجمعنا جو واحد، وأيضا مع برمجة القناة الوطنية الأولى اللي محضرتكم برمجة أثرية، وأيضا القناة الوطنية الثانية فيها برشا أعمال مزيانة والأعمال الزمنية أيضا اللي تحبوها إن شاء الله كلها باش تكون حاضرة معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي نحو الانفراج ماشيين بالالتزام بتاعكم، الناس الكل قاعدين في الدار، الناس الكل محافظين على أرواحهم، حافظين على غيرهم، حافظين على تونس، هذا المطلوب. كالعادة إحنا حالة الطقس ديما نبداو بها ونحبوا نعرفوا شنو هو جونا على خاطر نعرفوا النفسية نتاعنا تمشي وفق الطقس. أيضا مع محرز الغنوشي كالعادة. صباح الخير محرز. صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بك ندى، مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الوطنية الأولى. إن شاء الله موفورة الصحة للناس اللي تتفرج فينا الكل، وإن شاء الله رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية جماعة. إن شاء الله يا رب، ونعود بعد الشارع. محرز حالة الطقس ما نجموش نطلبوا منك كان حالة الطقس يضري، قاعد تغزر لي. أكيد أكيد، خصوصا كونه كي نحكيو على شهر رمضان، فباعتبار أنه فما فريضة الصوم الناس تبدأ متخوفة. ما نساوش اللي عشنا العديد من التغييرات فيما يخص حالة الطقس، خصوصا الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الفارت، لكن كانت فما تخوفات هل أنه احنا باش ترجع درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيامات القليلة القادمة. الشيء اللي يفيدوا به السادة المشاهدين كونه تقريبا انطلاقة شهر رمضان باش تمتاز بأجواء ربيعية خالصة، حتى درجة الحرارة باش تكون في مستويات مقبولة ومقبولة جدا، أرقام تقريبا في مستوى أوائل العشرينات في أغلب مناطق بلادنا. أنا ما ثمنوا ما تم تسجيله من كميات أمطار، ما نساوش اللي يميز ال 24 ساعة الفارتة هو نشاط الخلايا الرعدية خصوصا في مناطق الوسط، وسحب رعدية كانت بفاعلية أكبر خصوصا في ولاية القيروان، سجلنا تساقط البرد في الوسطية على كمية كانت في الشرارد 52 ملم، 35 في نصر الله، كميات لا تقل أهمية حتى في ولاية سيدي بوزيد، الأمطار الوسط 31 ملم في الرقاب، 31 في صفاقس الغربية، في بوثدي 22 على كمية، في القاسرين كانت في الصبيطلة 23 ملم أمطار وصلت إلى مستوى 30 في سفوسة، في بوفيشة بكمية أقل نسبيا ممكن، في المنستير في المهدية لم تتعدى 12 ملم. نشاط الخلايا الرعدية ميز أيضا عدد من ولاية الشمال على كميات في مناطق الشمال الغربي، كانت في وادي المليس 25 ملم، في جندوبة كميات من مليمتر إلى 13، في سليانة، في باجة، في الكاف. بالنسبة لولاية زغوان على كمية كانت في الناظور 24 ملم، كمية وصلت إلى مستوى 19 في الحمامات، في زيت وطن القبلي أمطار عموما متفرقة، في قابس، في تونس الكبرى، في قفصة سجلنا 10 ملم في الشبيبة، وحتى في جزيرة جربة من ولاية مدين كنا معنيين بنزول بعض الأمطار المحلية في مستوى المليمتر الوحيد. اليوم شهدنا انفراج تدريجي، تقريبا التقلبات الجوية غادرتنا بصفة رسمية، وباش نكونوا معنيين بفترات مشمسة تتخلل لها مجموعة من السحب العابرة خصوصا في فترة ما بعد الظهر، ومؤشرات الصحو والاستقرار اللي باش تعزز أكثر خلال يوم الغد. ممكن اللي مازال يقلقنا شوية اليوم هو نشاط وسادة الرياح، هذاك علاش نأكدوا كونه تحذيراتنا مازالت سارية المفعول بالنسبة للملاحة والسيل البحري. البحر باش يكون شديد الاضطراب في السواحل الشرقية لبلادنا، جيت الوطن القبلي، سواحل صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، مدنين، وفعالية الرياح باش تكون أقل نسبيا في بقية الولايات. كما كنت نحكي باش نقدم لكم قراءة تفسيرية لدرجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بمختلف ولايات بلادنا، واللي هي ان شاء الله باش تشهد ارتفاع طفيف مقارنه بما تم تسجيله خلال اليوم الامس. اليوم قد نسجلوا 21 درجه في اقليم تونس الكبرى، 20 في بنزرت، في جهه الوطن القبلي ممكن نسجلوا 21 في زغوان، في نفس المستوى حتى في جندوبه من مناطق الشمال الغربي تقريبا حراره قصوى في حدود ال 20، في باجه، في سليانه 19 درجه في الكاف، في مناطق الوسط على ارقام باش تكون في سوسه، في القيروان 22 درجه، 21 في سيدي بوزيد، في المنستير، في المهديه، 20 في القاسرين، وفي مناطق
جنوب ممكن نسجلوا 23 في سويقس، 25 في قابس، 23 في مدنين، 25 درجه في تطاوين، على ارقام باش تكون في مناطق الجنوب الغربي تحديدا في توزر 28 درجه، 26 في قبيلي، 25 درجه في قفصه. وفيما يخص حتى تطور الوضع الجوي على المدى المتوسط ممكن نسجلوا ارتفاع طفيف في معدل درجه ولا اثنين كل يوم وصولا حتى لنهايه الاسبوع، ممكن نهار الاحد انخفاض طفيف نسبيا، مؤشرات بعض الامطار المتفرقه في عدد من ولايات الشمال وايضا الوسط. هذاك علاش ديما ناكدوا احنا كونه مازلنا معنيين بالاضطرابات الجويه بالتغييرات الجويه، احسن حاجه كوننا نضبطوا الحجر الصحي، شويه صبر كل شيء يتعدى. احنا كيما نقولوا شهر رمضان نحكيوا على شهر صبر، والايجابي كون ديما نلقاو مؤشر نتاع امل. رمضان هو اللي باش يعزز فينا اواصر التضامن، اواصر اللمه العائليه، اللمه التونسيه كيما قلت انت. احسن حاجه ممكن نخدموا بها مواعيد الامساك والافطار بولايه تونس، نعرفوا الدلاله نتاع العاصمه غدوه ان شاء الله الامساك باش يكون في الساعه 3:42، الافطار باش يكون 7 ودرج، وتلقاو تقريبا كل المعطيات فيما يخص مواعيد الامساك والافطار بمختلف معتمديات بلادنا، سواء على الصفحه الرسميه الفيسبوك نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي، ايضا حتى على التلفزه الوطنيه. ان شاء الله رمضان يتعدى بسلامات، وان شاء الله كما قلت انت الدعوه اللي تدعي فيها الناس الكل ان شاء الله بعد رمضان ما عادش نسمعوا بالكورونا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بموفور الصحه رمضان هذايا، ان شاء الله الطقس مزيان مزيان محليه، معناتها فيه المؤشرات الكل، فيه شويه البرد وفيه السخانه وفيك تقلبات الجويه نتاع الربيع معناتها اللي نعيشوها. نقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك. ان شاء الله علينا ولي. اخر حصه اليوم ما بعدنا قبل رمضان، انا وناس العامري اخترنا ان نرتاح وتواصل ان شاء الله زميلتنا منى ونكملوا نشوفوا احوال الطقس في رمضان زاده. ان شاء الله هكي. ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه محرز، بارك الله فيك. باش نواصلوا احنا كالعاده مع نزار مقني، احنا اليوم باش نخصوا معظم البرنامج ان نحكيوا على التكافل ونحكيوا على التضامن في شهر رمضان، لان يلزمنا ديما نذكروا هالقيم المزيانه والحلوه هذه اللي تجمعنا خاصة في رمضان، والتونسي قلبه كبير واحنا في ظروف خاصة اكيد يلزمنا اكثر نركزوا على القيم هذه، لكن ما نجموش نغيبوا على المؤشرات وشنو اللي فما جديد في الوضع. اراهن مع نزار مقني، تفضل. نزار صباح الخير. صباح الخير. يظهر لي جيتنا بجو رمضان، بدينا محلاها التبديله والحاجه التونسيه تحبها في رمضان، تحب ترجع للحاجه التونسيه المزيانه التقليديه. ديما نلبس بون تو في الليل ما عادش باش نخرج ونشد نعوضوها في النهار، ما يسالش في النهار تو نشوفوا كيفاش. ايوا قبل كنت حتى كي نخرج نلبس دينجري، نلبس زنار ونخرج نمشي للقهوه مع شاشيه، فهمت؟ نلبس ساعات عندي السوريه العربيه كي نلبسها ونخرج. هذوما نعطوا بهم المشاهدين، انا كل يوم تجينا بحويجه من النوع هذايا باللي عندي. باللي عندي باللي عندك اكيد. ديما احنا نحاولوا ان نرجعوا لاصالتنا التونسيه، ما نجموش نغيبوا. يظهر لي على الحدث شنو ما نجموش نغيبوا. بون فما عديد الاحداث لكن مش باش نذكرهم الكل يضيق الوقت. اول حاجه باش نركز على الزحويج. أيوة. اولا البارح في لجنه النظام الداخلي بمجلس النواب الشعب يتم التطرق الى تنقيح النظام الداخلي للمجلس، ومن ضمن التنقيحات اللي بدات يعني بدات اللجنه تشوف فيها هي الفصول لمنع السياحه الحزبيه. وتم البارح يعني التصويت على يعني فصل يحث على انه اي عضو من اعضاء مجلس النواب الشعب المنتخبين جدد في اول المده النيابيه ما عندوش الحق باش ينتمي لكتله نيابيه اخرى عوض الكتله اللي ترشح عليها واللي طلع عليها في الانتخابات. ايوه اش معناتها تغيير الكتل ولا من حزب لحزب ولا ممنوع؟ في الاول المده النيابيه. ايوه فيما بعد فما مازلت فما بعض الفصول الاخرى التي مش محل توافق، منهم فصل يعني حول يعني انه المستقيل من كتله نيابيه لا يسمح له بالانتماء لكتله نيابيه اخرى بعد الاستقال. فهمت؟ والفصل هذا يعني بعد التصويت عليه في اطار اللجنه كان التصويت 6 اصوات مع التنقيح هذايا و4 اصوات ضد وصوتين محتفظين في وبعض الاعضاء الاخرين معهم يخدموا عن بعد ما تمكنوش من التصويت، فقالوا لماذا ما تمحلش التصويت باش نحسموا في المسألة هذه، لأنه لازم تكون عدد الأصوات أو اتخاذ القرارات في إطار اللجنة بالأغلبية المطلقة. أيوة. بالتالي ذهبوا نحو أنهم يزيدوا يتناقشوا حول تعديل الفصل هذا في إطار أنه يمنع السياحة الحزبية بتاتا حتى المستقيل من كتلة نيابية، فأنه ما ينتميش
اللي كنت نيابية أخرى يقعد في إما مستقل في إطار المجلس أو في مجموعة الغير منتمين إلى كتل نيابية. وشنو الأسباب نحو التمشي معناتها للقوانين هذه وتصويتها؟ والله هو مطلب شعبي كان منذ الفترة النيابية الفارطة، وخاصة أنه شهدت الكتل السياسية فترة نيابية سياحة كبيرة ياسر، يعني سياحة كبيرة ياسر اللي يخلي حتى المجلس يهتز وحتى وصلت حتى إلى أنه بعض الأخبار من الكواليس تقول أنه فما أموال ذهبت، أموال مال سياسي فاسد هو اللي يشرف النواب هذوما للانتماء لكتل السياسية باش يزيد لتحطيم كتل الأخرى وإضعافها، لتحطيم كتل الأخرى أولا، وثانيا خاصة كتل النيابية في الموجودة في الأغلبية في أغلبية الائتلاف الحكومية الائتلافات الحكومية يشريوا النواب أخرين باش ديما يخليوا عندهم الأغلبية المطلقة في المجلس ويتمكنوا من ذلك من تمرير القوانين اللي يحتاجوا لها في المجلس من الشعب، حتى أنه بعض القوانين اللي ألقت رفض كبير من أشياء مثل مثلا قانون المصالحة مثل غيره من القوانين اللي ألقت رفض كبير من المجتمع المدني ومن الشارع تمكنوا من أنهم يمروها، لكن يمكن يعني بالقوانين هذه وخاصة بالتنظيم الجديد لمجلس النواب الشعب، التنظيم الداخلي لمجلس النواب الشعب، يمكن هكا الوقت بسياسة نقضيه على السياحة الحزبية. ولكن فما زادة سلبية من سلبيات يمكن تظهر من بعد، أنه أي واحد مستقيل ما ينتميش إلى كتلة أخرى كان وقت نقاو مجموعة من المستقلين يمكن تكبر، لأنه كما نعرفوا أنه الحياة السياسية خاصة في المجلس النواب الشعب هذا الحياة فيه ولات يعني قائمة على متغيرة فيها برشا غليان كبير ياسر، وقائمة حتى على العنف اللفظي كما نشوفه في المرحلة الأخيرة، وهذا قد يدفع البعض حتى من الانسحاب من كتل السياسية أنه تكثر عندنا المجموعة المستقلين والمستقلين في إطار مجلس النواب الشعب، وكذلك تكثر عندها مجموعة النواب الغير منتمين إلى كتل نيابية. هذا الكل يعني قد يقودنا إلى مشهد سياسي آخر يكون مشتت أكثر ما هو مشتت إلى حد الآن. نعم. لكنه كما قلت لك عنده تداعيات إيجابية، خاصة أنه ينحي مبدأ السياحة الحزبية، ثانيا تداعيات سلبية هو يمكن نمشيو أكثر تشتت في المشهد السياسي. هو لا محالة من نجم المشهد السياسي يتحسن إلا إذا كان يكون تناغم في داخل الكتل، معناتها نشوفوا احنا الانشقاقات وفي الممارسة السياسية في حد النداء اللي عاشتها النهضة، يعني كانت عندها برشا تداعيات وأنهم انقسموا عملوا أحزاب أخرى ولات برشا عداوات، العداوات هذه فيها ولات مصالح شخصية، معناتها شوفوا تو نفس الشيء مزود في دوافع شخصية مثلا في كتلة قلب تونس، استقالات يعني استقالات من كتلة قلب تونس في إطار 19 استقالات في إطار كتلة قلب تونس، ثم كونوا يعني كتلة جديدة كتلة الوطنية سميوها، ومثلا مثل هذه الانشقاقات قد تتكرر في كتل أخرى صحيح. وقد نعرف يعني في ذلك الوقت قد نعرف يعني أنه المشهد النيابي وكذلك المشهد السياسي قد يتغير بين الفئة والأخرى، خاصة وأنه في بلادنا فما بدعة موجودة مش موجودة في العالم كامل أنه الحزب السياسي ينطلق من كتلة نيابية مش العكس، فهمتني ولا؟ وهو ينطلق من السلطة التنفيذية مش العكس، يعني مش الحزب هو اللي يوصل السلطة التنفيذية، لا العكس، يوصل السلطة التنفيذية ثم يكون حزب يدخل به الحياة السياسية. الحياة السياسية أيوة. فهمتني؟ فهذه بدعة من بدع التونسية في العلوم السياسية لما حتى مش موجودة في العالم كامل، موجودة في تونس. منفردنا بها. وهذه منفردنا بها لأنه شوف كما نقولوا النظام السياسي بتاعنا هاجين في تونس وما يخليش فما استقرار معين سياسي معين، هو اللي وصلنا انه الحياة السياسية احنا ما بعدنا على النظام السياسي، هذا نظام سياسي في الظاهر لكن في الباطن ما فماش نظام لحد الان منذ الثورة، معناتها احنا نعيشوا من الغليان وهالتداعيات هذيا اللي قاعده تعطل في المسار الديمقراطي والانتقال. وهذاك علاش فما تفكير معين يعني حتى في اطار النخبة في اطار خلايا التفكير يعني اللي توجد في البلاد خاصة في إطار النخبة الفكرية والثقافية والسياسية، إنه النظام السياسي هذا راهو منجموش نواصلوا به منجموش نبنيوا به في على مدى بعيد المدى. نشوفوا ولات حتى تراشق بالألفاظ معناتها السيئة والبديئة وما نعرفش لتو ما ثبتتش، يعني فما نفي في حق عبير موسي إنه ما تمش الاعتداء عليها بالألفاظ هذه، ناس أخرى تقول تم الاعتداء عليها. وصلنا معناتها سامحني في الكلمة والمدى باش نقولها ابتذال كبير لحقيقة ابتذال كبير، وصلنا قلت شعرينا باش نقولها
بالدارجه نتاعنا مشاري حركه في حمام في حمام هذا ما يجيش الموجع في المشهد السياسي التونسي اليوم. بالضبط. انا بعدنا على خدمه الشعب، يعني هما انتخبهم الشعب، انتخبهم الشعب، وهذا فما نيفو معين، فما مستوى معين نحافظوا عليه، يعني مش معقول انك تسمع على مجلس يعني قاعدين يتكلموا بالطريقه هذه وبالمعاملات هذه. هذه كلها هذه الكل وصل اللي هي النظام السياسي الموجود، عدوات من القلب، يعني ما عادش حاجه بروفيسيونيل. يعني احنا في التلفزه مثال نعطيكم بيناتنا، نجم تكون فما عركه كبيره تحضروا في بلاتو في الكواليس على عركه كبيره، لكن هي عركه نتاع خدمه فقط، خدمه نتاع ما نشوفوش نطيحوا قدر بعضنا وما نشوفوش الابتذال قدش عم تخدم يعني في المشهد معنا تويكا. ما تشوفش حاجات من النوع هذا؟ لا لا ما نشوفش، عمري ما شفت الحاجات كي هذه. رغم احنا عندنا رساله واضحه وعندنا خدمه وعندنا ستريس، معناتها ماذا بينا هذا يتجلى في القطاعات الكل وخاصه سياسيا. سياسيا لانها تاثر، تأثر على الجو العام، قلبه مؤثرة، تأثر على الجو العام بين حتى التعليقات اللي قريتها، يعني حتى من بعض من الأفداد في الثقافة يقول أنه راهو من بالإمكان أنه في هذا الإطار أنه نوصله حتى إذا تطور الخطاب هذايا وأصبح فما مناوشات بين أنصار هذا الحزب وذاك، أنه نوصله حتى لعدم أنه السلم الأهلي يكون يعني قلق، ويكون هذا السلم الأهلي قلق يمكن بعد ينتج عنه حتى عنف مادي في الشوارع، وهذا اللي ما نحبوش نوصلوا له، هذا اللي ما نحبوش نوصلوا له. صحيح. إذا النواب ما يتحملوش مسؤوليتهم ويكونوا في المستوى، فأنه في الأخير يعني باش نوصلوا للقاور، وإحنا باش نرجعوا لنفس المشهد اللي عشناه 2012 و2013، هذا محبوب أكثر تعاسة، الوقائع قاعدة تصير خلينا نقولها بمصداقية يا ميسيرش والنواب نتاعنا، رو احنا نحبوكم، رو ما عندناش معاكم إشكاليات كأشخاص، لكن راعيه واللي انتوما في بلايس حساسة، انتوما قدوة للشعب اللي انتخبكم، مش معقول انت نايب تجي من جهة معينة انت تحمل في صورة الجهة نتاعك، يعني إذا كنت توصل تتكلم كلام وبتذلر ومش تحكيوا عن النايب هذا كهو مازال ما ثبتش، مازالوا في نزاع وفما وما فماش، لكن في المطلق ميسالش نرتقي الى الخطاب، نرتقي بالخطاب والى مستوى نواب شعب بالضبط. شعب راه كلمه مش هينه مش سهله، نضالات كبيره باش وصلنا شعب ديمقراطي وموجودين اليوم. نعطيك انا حاجه، واللي تم هذا اللي تم تو الجدل هذايا السمج اللي في مجلس نواب الشعب، راه في خرق كبير للدستور التونسي، وفي خرق عدم احترام الدستور هو اخلال كبير وجريمه، يعني هي جريمه باتم معنى الكلمه. هذا على مستوى كنقولوا احنا اخلاقي، على مستوى حتى جزائي راهو يمنعوا بين الاشخاص التنابز هذايا بين الاشخاص، راهو تسمى سب وقذف، ويمنعوا حتى المجله الجزائيه تمنعوا، يعني تمنعوا، لكن فماش ردع، فمش ردع، لانه شوف النواب اعطيني علاش ما فماش ردع، لانه في الاخير النواب تمتعوا بالحصن، هذا اولا. ثانيا هذا سوء استعمال للحصانه معناتها على الاخر. أيوة. وثانيا انه حتى النيابه العموميه لو تسمح حاجه كي هذه هي وحدة ترفع يعني قضية. تحقيق نعم. يعني تقوم بتحقيق في الحكايه هذه، لان حكايه تمس الراي العام اولا وتمس صوره البلاد ثانيا، وهذا يعني ما نعرفش قداش علاش النيابه العموميه ما فتحتش تحقيق وانتظرت حتى انه واحد من الطرفين يمشي باش يشكي باش هيك الوقت فتح التحقيق، هذا راهو ما يخدمش العداله في تونس، ما يخدمش صوره تونس اولا. كما نعرفوا ان السلطات الثلاثه السلطه التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه هما ثلاثه سلطات لخدمه صوره تونس حسب الدستور الموجود في الدستور التونسي. نعم. هذا الكل حسب الموجود في الدستور التونسي. علاش النيابه العموميه ما فتحتش تحقيق؟ لان السلطه القضائيه هي السلطه العليا في البلاد حسب تصوري. ايوه. اذا السلطه القضائيه ما تكونش هي السلطه العليا في البلاد والعداله ما تكونش حازمه، هي قالت بكل حزم قبل مش في موضعها في عهد الرئيس الراحل الله يرحمه وينعمه، لكن بكل حزم يظهر لي وقتها اليوم باش تتقال، لازم من السلطه القضائيه هي اللي تقوم بالواجب بتاعها، لانه شوف ما فما لا يوجد عمران دون عداله قاسمه، وتكون عداله هذه عداله حاسمه. فهمت؟ لذلك يعني انه ندعو النيابه العموميه يعني انها تفتح تحقيق من جهتها في المواضيع هذه الكل، في المواضيع اللي تمس الشان العام، المواضيع خاصه تمس صوره تونس في الداخل في الراي العام، الداخل في الراي العام في الخارج. نعم. به شنو اللي عندنا اخر نزال؟ عندنا اخر ما زالت المعركه الكلاميه بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. نلقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو البارح يعني يمشي على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ويذهب حتى في نظرية المؤامرة أكثر، ويقول إنه المعركة إنه الفيروس هذا يمكن المنشأ متاعه من مختبر يوهان في الصين. نعم. ويعني فمش حتى شيء ما يدل إنه هذا الفيروس مش منشأه من المختبر، وقال إنه مازال متشبث مع كما الإدارة الأمريكية بال برأ الخفاش معناته. هو يحب يبرأ الخفش، يحب المهم تتورط الصين في الحكاية، فهم كيفاش؟ أيوة. وهذا هذا يسمى أهداف أخرى، لأنه المعركة السياسية أكثر ولات خاصة في المرحلة هذه، لأنه يتعرض الإدارة الأمريكية وخاصة رئيس دونالد ترامب قاعد يتعرض للعديد من الضغوطات وعديد من الانتقادات حول عدم فاعليته في الحرب ضد كورونا وانتشار الفيروس بصفة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني والمعركة السياسية القادمة في إطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي يعني ما زال يوصل في نفس الكلام، وما زال يحط في الفشل متاعه والقرارات الفشل متاعه حول عدم إغلاق الاقتصاد الأمريكي وعدم إغلاق البلاد في أول الوقت المناسب في أول الأزمة، أزمة الكوفيد، فانه اليوم يحب يحط يلوج على الشماعه باش يعلق عليها الفشل نتاعو. نعم، لكن هو فشل ذريع وواضح، لذلك هي امريكا اعتادت المغالطات. بالضبط، هو يفتح هو يفتح الوضع الراهن، خاطر العالم الكل يعيش في الوضع، معناتها يعرف اي مواطن الضعف يعني في العالم، هو يفتعل في معارك واهيه يعني، والمعارك هذه ضد كل من الصين، منظمة الصحة الدولية كما نعرفوا علق المشاركة الأمريكية أو المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية. أيوة. وكذلك البارح كذلك أنه ذهب إلى طرف آخر هو إيران، وأطلب من البحرية الأمريكية الموجودة في الخليج، الفلوت سانكيان فلوت أمريكان موجودة في الخليج، أن تقوم بضرب أي زورق إيراني يقوم ب يعني يعمل قلق للبحرية الأمريكية في محيط الخليج والمحيط الهندي. معناتها رغم الوضع الحالي أنه ديما توجهاته حربية، ما توجهاته استفزازية وحب كما يقول أنه يظهر ديما في صورة الشخص القوي، وأنه حتى وهذه الكوفيد برغم القرارات نتاعو الفاشلة أنه مازال حازم ومازال يعمل في معركة ضد الأعداء اللي يحبوا يقلقوا أمريكا، لكنه أرخ الفشل في تاريخ أمريكا، وهذا لن يغفره له تاريخ يظهر لي رغم المحاولات نتاعو الفاشلة. وهذا يعني الفاشلة، هذا الفاشل بعد المقارنة نتاعو الفاشلة في الكوفيد، أنه المعركة نتاعو اليوم ضد الكوفيد مش ضد الصينيين وضد يعني نظام الصحة العالمية أو ضد إيران. هو الشعب الأمريكي اليوم يتضور يعني نجم نقول يتضور جوعا، لأنه 22 مليون عاطل عن العمل تسببت فيها أزمة كوفيد. وكذلك يعني كذلك أنه عديد الموتى، البارحة مثلا في 24 ساعة سجلنا أكثر من 1700 وفاة بالكوفيد في الولايات المتحدة الأمريكية، قبلها ب 24 ساعة وصلنا حتى 2750 وفاة بالكوفيد، وكما نقولوا احنا كل يوم بالالاف الاصابات بالكوفيد تظهر في الولايات المتحده الامريكيه. وعلى انه الرئيس الامريكي يذهب نحو انه المعركه نتاعو هي في الداخل ضد هذا الفيروس، مش المعركه نتاعو ضد من اين اتى الفيروس، الفيروس موجود لازم يكون لازم داخلي. المواجهه نتاعو كان ينجم يخرج من اي بلد، غلطه بخبريه ولا حيوان ولا اللي هو بالضبط، مش يطالب تو ننظر لقلب الازمه تو بالضبط، مش يطالب تو بتحقيق يعني ويطالب بإغلاق بتحقيق على معناتها كما يصير تحقيق ضد المنشآت النووية الإيرانية، يطالب بتحقيق ضد المنشآت يعني الجرثومية هذه والصينية. أي دعوة للمعاقبة. هو ربما أمريكا اعتادت أنها تكون المنقذ في العالم، يعني كما تظهر بصورة المنقذ القوي، وأنه كل الدول أضعف من أمريكا. ترهويجة اللي صارت هذه، وأنه معناتها يلقاو رواحهم غارقين، أكثر شعب غارق معناتها في الواحد، اللهم لا شماتة يعني. احنا نتمنى النجاة لكل الإنسانية، لأنه السياسة حاجة والشعب حاجة، وصغيرات وشيوخ وناس كيفنا كيفهم يعني، بقطع النظر عن الديانات والانتماءات، لكن هذا ما يؤلمهم ربما، ما يؤلم الطبقة السياسية في أمريكا اليوم. يؤلم لأنه شوف، لأنه الشعبوية في المعارك الحقيقية تظهر أنها واهنة، وتظهر أنها خطاباتها وقراراتها من ورق. ترامب كما نقولوا احنا طلع بقرارات شعبوية بخطاب شعبوي في 2016، واليوم في معركة حقيقية نلقاو أنه القرارات نتاعه ظهرت أن قرارات من ورق، وأنه القوة نتاعه اللي ظهرت قدام العالم قوة من ورق ومش قوة حقيقية، لأنه كما قلت لك ما كانش حكيم،
ما تمتعش بالحكمة في مرحلة معينة وحاسمة أنه أغلق على الأقل المجال الأمريكي خاصة في المناطق الكبيرة اللي فيها كثير من يعني المنطقة الوبائية خاصة نيويورك سياتل وكاليفورنيا ما أغلقاش في الوقت، وهذا اللي خلى الفيروس ينتشر في كافة الولايات الكل، وأنه تطور دعوته حتى لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رأي فيها خطر كبير على المجتمع الأمريكي. نعم هو كأنه فما ميول نحو التضحية بالشعب، وصل للمرحلة أنه ولا يحب يضحي بالشعب من أجل الاقتصاد. هو الاقتصاد معناته في الأخير يعني شكون باش يشتغل كي الشعب يموت ولا الشعب يعني هذا هو يعني رأس مال البشري هو أهم بكثير. صحيح برشا فقر، صحيح التداعيات باش تكون فما تداعيات على تداعيات الاقتصاد كبيرة. فما نسبة انكماش كبيرة في الاقتصاد المالي في الاقتصاد الدولي، نقصد الاقتصاد الدولي يعني باش توصل نسبة كبيرة ياسر، لأن المبادلة التجارية تراجعت بنسبة 32% حسب منظمة التجارة الدولية. ممكن تراجعها إلى النصف في صندوق النقد الدولي أعلن أنه هذا مثل الكساد الكبير في أزمة الثلاثينات، وسمى المرحلة هذه سمى مرحلة الإغلاق الكبير للاقتصاد العالمي. وهذا الكل يولي عندهم بعض التداعيات سياسية، لكن التداعيات السياسية اللي يمكن مواجهتها بخطاب شعبوي مثل الذي يطرحه ترامب أو مثل الذي يطرحه اليمين اليمين يعني الفاشي مش منقولوها في أوروبا في خاصة في إيطاليا بجنبنا. هناك تصاعد كبير للخطاب الخطاب هذايا، وهذا الخطاب ما يمكن بعد ليه إلا أنه يوصلنا إلى تأزم دولي كبير وكبير وحاد، وتأزم الدولي الكبير وحاد مع حالة الوهن اللي عايشة فيها المؤسسات الدولية خاصة مؤسسة الأمم المتحدة، رغم ما يمكن بعد إلا ما تودينا إلا إلى يعني إلى ممكن صراعات قد تكون كبيرة وقد تكون عندها عواقب ضخيمة على جميع الإنسانية. لذا فما لازم تقول الخطاب المتعقل، الخطاب نتاع التجميع ونتاع الاتحاد هو اللي يغلب حكمة. هو اللي يغلب مش الخطاب الشعبي والداعي للانعزالية والداعي إلى أنه كل دولة تتغلب على الفيروس هذا وحدها على حدة. لازم فما تآزر دولي للأسف، هذا الخطاب هو المش واصل، لأنه للأسف كما قلت لك الخطاب اليوم قائم على الخطاب انعزالي، خطاب كل معتوى اختراسي وضرب كما نقولوا احنا بالدرجة متاعنا. على مستوى الشعب في أمريكا فمش تحركات يعني من الشعب، ما فمش معارضات، فما احتجاجات احتجاجات على مستوى انه خاصة لمساندين لترامب يخرجوا اليوم، واليوم حتى الثالث اليوم انهم يخرجوا امبارح في الليل اخر يعني اخر مظاهرات خرجت في قدام المدينة أمريكية وطالب بأنه الحجر الصحي هذا يتم يعني رفعه، وهذا ضد يعني صحة بقية الأمريكيين. فما مطالبات من الديمقراطيين بضرورة التعقل قبل أنه يتم رفع الحجر الصحي، وهذا الخطاب هو اللي خلى فما تباعد في الأفكار، وتباعد خاصة أنه الأفكار ولات أفكار مترفة خاصة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هم المكونين للمشهد السياسي الأمريكي. وهذا الخطاب المتطرف من الجميع هو اللي باش يخلي يعني انه امريكا يمكن تعيش ازمه سياسيه قادمه اكثر من الازمه الموجوده فيها، خاصه بعد ازمه الاوكرانيا جيت. أيوة. ويعني محاوله عزل ترامب من قبل الديمقراطيين هي اول محاوله لعزل رئيس امريكي بعد استقاله نيكسون بعد يعني كما نعرفوها فضيحه واتر جيت. ربما الوقت وربما المواقف نتاع ترامب تعطي الشرعيه للعزل نتاعو، سنتابع هذا في قادم الايام. هو عزل نتاعو يمكن يكون عنده على بالصندوق يعني في نوفمبر الجاي يمكن. نعم احنا نتابعو نوفمبر على كل ماهوش بعيد ان شاء الله، من هنا لوقتها يرفع البلاء على الارض وعلى الانسانيه عامه، وديما تقعد السياسه تحت انظار الشعب، وهنا قاعدين نتابعو شنو باش يصير ان شاء الله في تونس ايضا الامور تتحسن. به شنو اللي عندك على مستوى وطني؟ فمش حويجه هكا، فمش مؤشرات ايجابيه حاجه مؤشرات ايجابيه انه الحمد لله فما يمكن نجم نقولوا انه فما الفيروس وانتشار الفيروس تحت السيطره فهمتني لحد اليوم. كما نعرف البارح سجلنا 8 اصابات فقط. نعم. والاصابات هذه يعني كل يوم قاعده تتناقص، والحمد لله
قاعدين ماشيين في الثنيه الباهيه، لكن ديما نعاود نقول لكن راهم نجمو نعرفوا الوباء وحقيقه الوباء اللي منكثروا فيه التحاليل باش نعرفوا حقيقه هذا الوباء وانتشار هذا الوباء. فما الاختبارات الوقتيه اللي جاوا واللي خرجوا بعد ربع ساعه ما نعرفوش مدى صحه الاختبارات، فما حاجات تروج وفما كلام يروج انه ما يعطيوش قد شنو موضوع من الصحه هذيا قد النتيجه. في بالي قبل ما يجيبوا يعني الاختبارات هذه ثبتوا منيح وجربوهم منيح الحمد لله، ومعناتها هما 100% يعطيوا النتيجة، مش يعطيوك نتيجة 100% هو يعطيوك نتيجة 80%. على الأقل نعرف شكون باش يمشي للاختبار المتقدم صحيح، من بعد يمكن يكون فما اختبار تكميلي باش يعرفوا حقيقة الوباء هذا، لكن هو الاختبار هذا يركز على انه على الدم اول حاجه، يشوف انه فما انه الفيروس هذا يسيب كما نقولوا احنا ديزاديين في الدم ويسيب ديبافيوغ في الدم نتاعو هو، من هيك الوقت هما يعرفوا موجود فيه الفيروس ولا مش موجود في الدم نتاع ايوا اش وقت يمشيوا لفحوصات اخرى باش يعرفوا حاله المريض يعني ديتاي تاع الحاله تاع المريض، بعد يعلموا هو يمشي للسيركوي كوفيد يشدوه ويعملوا الاختيار التكميلي باش الاختبار التكميلي باش يعرفوا انه اسكو مريض بالحق ولا مش مريض، ولا بلاكش مرض في اي مرحله بلاكش مرض بيهم بعد برا، ما فما ناس تمرض بالكوفيد فما يتعدى وما يفيقوش بيه مع مناعه الدم الحمد لله تكون مرتفعه وتقاوم الفيروس. هذا موجود لكن يعدي غيره اللي يمكن مناعته اقل، لهنا الاخطر هذا الاخطر وين؟ هنا الاخطر نعم. وبالتالي يعني ينجم نقولوا انه تونس ان شاء الله في ثنيه باهيه، فما حتى تو ولات فما عادات تونسيه جديده نشوفوا حتى في الشارع، التباعد الاجتماعي تعودوا به التوانسه تعودوا به، نشوفوا حتى انه احترام اللباس الكمامات اللبابات موجود، حتى كي يخرجوا تو يقضيوا رمضان وكذا تلقى فما تباعد كبير بين الطرفين. رغم انه فما بعض المناطق الشعبيه في تونس البارحه في صوره في نفزه مرعبه، عباد كلهم ملمومين، ناس كل فرد بلاصه وسوق وناس تقضي رمضان يعني نحبوا نعديو رمضان لاباس يا جماعه، راهو معناتها سيلش تو نقضيو لكن بالسياسه بعد على بعضنا باحترامنا، وما فيش الفيروس معناتها مازال موجود، احنا مازلنا في الحجر يعني تنجموا تفهموا الوضعيه. ماذا بيهم حتى كي مشي يخرجوا رمضان وكذا معناتها يلتزموا بقواعد الابتعاد الاجتماعي، يكون فما على الاقل متر ونص او متر بيناتهم، ويكون عندهم يعني ليبافيت اللي يلبسون ليبافيت ويخرجوا يقضيو، وكل عام وتونس الكل بألف خير. أمين يا رب. الله يعني بعد رمضان نصحاو على يعني على جو آخر، نرجع كما كنا وحياتنا الجديدة حياتنا العادية، ونعاودوا نستعيدوا ليزاكتيفيتي نتاعنا وأنشطة نتاعنا باش نعاودوا نحيوا الاقتصاد نتاع بلادنا، وإن شاء الله تكون برشا مختارين برشا شباب تونسي أثبت روحه في الأزمة هذه. سبحان الله يعني بالأزمات ربما نشوفوا العلماء ونشوفوا الطاقات الكبيرة اللي موجودة في تونس. هذه اللي كانوا يختفي وراء الخطاب السياسي السائد في ذلك الوقت أنه ما يخليش المجال للشباب هذي أنه يبدأ أنه يخرج. قداش من مرة حكينا في البلاتو هذي على عدم مشاركة الشباب في السياسة والحياة السياسية، وقداش حكينا على أنه صعود يعني صعود معناتها ديليدور جدد للبلاد. أيوة. وما نجموش نحكيو حتى على لي بون مومبر هذوما اللي خرجوا خاصه على مستوى الابداع الالكتروني والابداع الهندسي واللي وجدناه في الفتره هذه خرجت يعني الطاقات خرجت حجر الواد كما نقولوا احنا اللي موجودين في البلاد هذه. أيوة. واللي قاعده تخدم وتحب تخدم وتحب تبدا وتحب تخرج حاجه جديده للبلاد هذه، لذلك ان شاء الله يمنحونا ويمنحوا الشباب هذه فرصتهم وخاصه التمويل بعد الكورونا. التمويل راهو يجي، لكن هم عندهم افكار موجوده، الافكار هذه نتخلصوا من البيروقراطية الموجودة فيها الإدارة التونسية، خاطر بيروقراطية مقيتة ما تخليش الإبداع أنه يواصل في البلاد هذه. نعم. وإن شاء الله تخرج ترسانة من القوانين الجديدة تتيح للشباب هذه أنه يثبت نفسه في مستويات محلية وكذلك عالمية. العالمية. شكرا لك يعطيك الصحة، وأنت من الشباب والمصحفيين اللي سعدت برشا أني خدمت معاك نعرف اليوم في الحصة. بالحق الخدمة معك ممتعة. عايش. ملم بكل شيء في كل المواضيع، نلقاو عندك الفكرة ونلقاو عندك التحليل. عايش. إن شاء الله يا ربي تتيح لك فرص أكبر زادة أنت. إن شاء الله. عايش. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شكرا لك. كل عام تحيي بخير. مبروك. كل عام تحيي بخير.
ورمضانك مبروك، تصوم صحة البدن ليك ولكل التوانسة اللي يتفرجوا فينا اليوم. يعيشك الله يخليك. باهي احنا باش نواصلوا في المحتوى نتاعنا، ديما تحيتنا لقطاع الصحة، ديما تحيتنا للصف الأول في تونس اللي قاعد مضحي بروحه، ونقولوها معناتها أنه بالحق مضحين برواحهم، بالحق ناس عندها صغيرات، ناس قاعدة في العزل وتخدم وتحاول تنقذ التوانسة. شكرا لكم، يعطيكم ألف وألف صحة وربي يحفظكم، وإن شاء الله بعد الأزمة هذه ما نلقاو حتى حد في أزمة يا رب، وتونس تكون بألف خير. ونمشيو لكليب بلوز بلانش. نرجعوا للبلاتو، نرجعوا نستقبلوا الشباب نتاعنا التونسي، نرجعوا نستقبلوا الطاقات نتاعنا الشبابيه، واحنا في صباحكم تونسي نحاولوا نقدموا اكثر ما يمكن المبادرات، لانه عندنا البلاتوات نتاعنا في الليل، وعندنا لي ديبا نتاعنا اللي فيهم فاطمه والا فيهم فاتن الوصلتي ولا غيره من زميلات، تحيه لهم اللي قاعدين يقدموا في المعلومه، ربما يدخلوا في مواضيع اعمق، لكن احنا نحاولوا نقدموا المبادرات والشباب التونسي اللي باش تقعد للتاريخ. انه من بعد الكورونا عندنا شبابنا التونسي ما تنجموش تنساوه، انه قفل تونس في الظروف هذية. نستقبلوا مع بعضنا سي محمد حسين بن حسين، رئيس جمعيه التكنولوجيات ببن عروس. صباح الخير وصباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير وصباحكم تونسي احلى، معناها
معناها أولاد بن عروس وأولاد تونس الكلها إن شاء الله لباس الناس كلها. نعم ضحية كبيرة ليه بتش تقعد مرتاح راهو الميكرو ياخذ الصوت ما عندك حتى إشكال. به أنا أول معلومة جلبت انتباهي اللي أنت تخدم مع الأطفال، أنت ما شاء الله عندك 900 صغير تحت الجمعية ذي اللي قد تكونت عندها عامين، معناتها حاجة مهمة برشا أنك تكون في 900 صغير 900 رجل لتونس غدوة. دونك محمد حسين بن حسين رئيس جمعية التكنولوجيا بن عروس ومهندس في التكنولوجيا. دونك أسسنا الجمعية عنا عامين بركة من اللي تأسست الجمعية. أيوة. وديريكتومون من 30 ل 300 توا باش نخدموا على الآلاف في ولاية بن عروس. فاش نقدموا لهم؟ نقدموا لهم في التكوين التكنولوجي، معناها نكونوهم كيفاش يخدموا ليزابليكاسيون اندرويد، كيفاش يعملوا كرياسيون سيت ويب، كيفاش يبروغراميو على الميكرو كنترولور، كيفاش معناها كلها دي ديزاين، كلها دي لوجيسيال، معناها افيك تكنولوجي افونسي. دونك هذه هي اللي خدمنا عليه. والاوليه حسينا الاعمار بين 7 سنين و15 16 سنه. ممتاز. حسينا اللي الاوليه معناها واعيه معناها بالتكنولوجيا نقدموا فيها، هذاك عليه النومبر قاعد يمشي معناها اكسبونسييل، يكبر برشا، يكبر على الاخر لين ما عادش معناها واحد معناها يستوعب النومبر هذايا، ويعرفوا الصغار الكل في بن عروس الكل اللي انا مركز مع كل واحد في بروجي. دونك في كل واحد عندي معاه مشروع، عندي معاه مشروع ابليكاسيون باش يخدمها، عندي معاه مشروع كارتا باش يخدمها، روبو باش يخدمه، كل واحد عنده بروجي معينه. هذيك عليه توا البريود هذيا حبيت نقول لهم البريود هذيا اون برانسيب وقفوا علينا الجمعيه، هما صغار لازمهم يقعدوا في الدار. صحيح. وقابلين بالحاجه. صحيح. وفي الليل نقري فيهم ا ديستونس انا، اما البريود هذه سي البروجيات بديت نركز وحدي في البروجيات، حبيت نوري خليني نسال ساعه عندك فروع في ولايات اخرى ولا موجود كان في بن عروس؟ توا كان اون برانسيب فما كان في بن عروس. كان في بن عروس. ان شاء الله نحن نكبر ولاد بن عروس وكهو، ولا اللي يحب يجيب ولاده من ولايه اخرى ينجم. صحيح محلوله هي الناس كل هما يعرفوا معناها ولايه بن عروس كامله تعرف فاش قاعدين نقدموا نحن، خاطر من الاول بدينا كان مدينه بن عروس، بعد جاوا كلهم بلايص كل معناها فوشانه محمديه مروج مرناق كلهم من مقرين كلهم موجودين. تولينا في مركز الإعلامية معناها الموجه للطفل في بن عروس معناها تحت مندوبيه اشراف مندوبيه الطفوله، غادي وقت النومبر نجموا نستوعبوا نومبر كبير ياسر. هذيك عليه تو قلت لك عام سنه باش تولي بالالاف، معناها دوما توفى ان شاء الله الكورونا باش تولي بالالاف باش ان شاء الله. عندكم الطاقه معناتها انكم واللوجيستي معناتها كيفاش يقولوا توسكي لوجيستيك معناتها باش تدربوا صغيرات هذوما موجود، فما اعانات من الدوله ما فماش؟ انا عملت استراتيجيه معناها وحدي هذيك، ومن بعد بتبيع لازم هيك الدوله يتعاونوا معك. انا استراتيجيه نتاعي اللي انا مكون واحد. أيوة. لازمني نكون انا مكون واحد ونكون اللي ينجموا يقوموا بالتكوين. دونك كونت بريسك خمسه باش يوليوا يكونوا معايا وهما عمرهم صغير، دونك 13 14 سنه قاعدين يكونوا معايا اللي معناها ما حد ما شاء الله يعني وصلوا رتبه مكون. هما توا رتبه مكون، عيطوا لهم مستر، نحن اللي يولي مكون لازم يولي نعيطوا له كاسم مستر باش يولي يكونوا معايا النومبر. صحيح. وعملنا دي زيفينمون مزيانين ياسر في بن عروس، ويعرفوا الجيل اللي طالع الكل، حبينا نعملوا جيل قوي ياسر باش يقفل تونس. ووفرت لهم كل شيء في بن عروس، وفرنا لهم كهيكل الدولة متاعنا، وفرنا لهم كل شيء باش يقعدوا في تونس، دونك باش ما يخموش باش يخرجوا لبرا. أيوة. وريناهم اللي بصوم رمزي على الاخر ب 10,000 فرنك ولا ب 30 دينار يقعد معنا عام كامل ويصنع اللي يحب عليه، اي روبو اي ابليكاسيون اي لوجيسيال يخدم اللي يحب عليه، وبعيد ياسر نيفونا عن نيفو الاوروب ولا مش عارف وين، نحن نيفونا كصغار نحكي لك بعيد ياسر. احنا متاكدين نيفو صغار كيما نعاودوا نحكي، واللي عندنا طاقات كبيرة برشا في تونس فقط هي يتحط عليها الضوء وتتحط تحت المجهر. به هذايا موضوع باهي وممتاز، وإن شاء الله نجيب أحدكم للجمعية بعد الكورونا ونصور الصغيرات هذوما ونزيد نسلطوا معناتها الضوء على طاقاتنا الإبداعية التونسية للأطفال والشباب. 22 مشروع لهياكل بن عروس في الصحة معناتها قاعدة تتعامل معاهم، وفي عديد المجالات الأخرى تطبيقات ذكيه برشا قاعده تعاون في الظرف هذايا. دونك البريود هذه اللي معناها واحد يلقى روحه وحده، خاطر انا مستانس مع صغاري نخدم البروجيات، مستانس انا كونتهم معناها مرتاح لهم كيفاش انا كل واحد نخدم معاه بروجي وتكوين معناها تحت ايديا كما نقولوا. تو درت نلقى روحي وحدي، سكرت على روحي وبديت نخدم في البروجيات. من نهار الاولاني مسكر على روحي، ما طلبت حتى معناها دعم من اي من حتى هيكل معناها، مسكر على روحي. خرجت 22 مشروع وبالتعاون معناها مع معناها سي مكرم تقني معايا، معناها التقني هذايا اللي وقف معايا للماكسيموم.
وبدينا نخدموا في لي زابليكاسيون اندرويد. فما صغار زاد معناها عطيتهم شنو باش يخدموا بالضبط لي زيتاب دي زابليكاسيون تابعه وزاره الصحه تابعه البوستا نتاعنا تابعه وزاره الداخليه دونك ابليكاسيونات مزيانين ياسر اندرويد. وخدمنا خدمت منظومه كامله منظومه التعقيم كاملة بالروبو معها وباللوجيسيال وبالابليكاسيون منظومة كاملة تتحط في وزارة الصحة. أنا بحب نقدمهم الكل تو نحب الوحدة بالوحدة ماذا بين نقدمهم وتو نرجعوا لهم بالبوان بالبوان. خدمت ممر تعقيم في المستشفى الجهوي بن عروس وخدمت ممر تعقيم في البوستة وممر تعقيم باش يخدم تو بلوتو العشية باش تخدم في الإدارة الجهوية للحماية المدنية وممر تعقيم باش يخدم في البشير حمزة مستشفى البشير حمزة للأطفال وممر تعقيم باش يخدم في السي ان اس اس طول البريود هذه معناها خدمنا ثلاثة. نعم. وعندنا زادة 500 باه حبش نرجعوا عندنا ستريمينغ باش نمشيو احنا لسوق لفايات زميلتنا زهرة فضلي موجودة غاديك على عين المكان. خلينا نشوفوا شنو الأمور شنو الأحوال العباد بدل الالتزام شنو الحركية ومن بعد راجعين باش نكملوا مع حسام. تفضل. صباح الخير ندى وصباح الخير لكل متابعي التلفزة الوطنية وتحديدا لبرنامج صباحكم تونسي. نحن فعلا موجودين في مرشي لافايات. تعرفوا انه تحضيرات رمضان غدوة ان شاء الله رمضان اول يوم في شهر رمضان ان شاء الله يكون مبروك على التوينس الكل. بدينا باش نطلقوا في المرشي هذية مع الحوت وما ادراك ما الحوت. عسلامة مرحبا اخويا. كيفاش الاقبال المدة هذية على المرشي؟ العباد هاربة من الأسوامات العباد إذا سكروا الأبراد فهمتني الأسوامات بيشتغل بالعاب بالسيف معناها ربني العباد ما عادش خارجة أول حاجة مع المرضى الكورونا اللي صايرة وزيد معناها القبيل مشكل عادة خطر تعرف أنا العاصمة كلها إدارات وفهمتني لا ما يجيوناش معناها القبيل بصفة عامة كما قبل الأسوامة كيكا قداش تروح يعني قداش غلية الأسوامة غليت غليت بالكدية الأسوامة غليت الأبراد تسكروا لهم الأبراد إذا تسكروا البورت أنت وتحكم عليه باش يدخلوا أربعة ولا خمسة من الناس البحر بالانس يدخلوا فيه 11 ولا 14 واحد يوليوا أربعة ولا خمسة من الناس ما يخرجوش كمية كبيرة فهمني ولو سكروا لهم الأبراد بالطريقة هذه تغلى الأسوامة فهمني معناتها أنت قاعد تخدم معاهم ربي عينك. قاعدين نشوفوا النداء انه المرشي لافايات نسبيا فارغ مش كما قبل تعرفوا مسانسين في قبل ما ينطلق رمضان تلقى العائلات التونسيه والناس تمشي توافد على المرشيات باش نشوفوا الخضره لهنا وقاعدين نشوفوا في الخضره. مرحبا بك خويا. صباح النور. كيفاش الاخبار شو حول الخضره صعب؟ بالنسبه للخضره غاليه شويه بتبيعتها هكا كل رمضان هكا تبدا غاليه شويه الخضره لدعم والاقبال اكثر من العاده برشا ثم اقبال باهي على الخضره وخاصه الخضره الحشيش هذاك معدنوس وكلافه فهمتوا شنو حوال المعدنوس والكلافه نعرفوا ديما قبل رمضان يغلى رمضان توا غلى البارح كانت تخدم 500 ربط المعدنوس اليوم صبح 800 مثلا والكلافس كيف كيف عندك الكلافس والمعدنوس برشا حاجات غلياتك خاصه الخضره الحشيش برشا غليات برشا فهمتني هذه كل من المارشي دي جرو خضاره برشا فهمتني غليت بكده بكده بكده. انتم توا في فتره هذيا للحجر الصحي العام وخدمتكم كيفاش تعاملتوا مع سقطتم على المركز يعني للمارشي سنترال وتعبنا برشا 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 فيها برشا تعب برشا تعب عرفتها تمشي للسوق تمشي مع تمشي ما عرفتها الكوفر فيها لازم تمشي تخرج من الثلاثه والاربعه تاع الصباح وجيب سلعتك غاديك فما كل شيء ناقص والنقل ترانسبور ناقص كل شيء ناقص وكل شيء غالي اكثر من اللازم كيف كيف نفس الشيء الفلاح زاد كيف كيف باش يهبط سلعته الاقبال برشا على السلعه والخضاره برشا فهمتني هذيك هي باش يصير الغلاء ربي عينك خويا ان شاء الله رمضانك مبروك. منزلنا باش نعملوا جوله ندى ايضا منزلنا قاعدين نشوفوا في الخضر والغلال فما 1950 البرقدان 1800 الفول 1800 برقدان العصير تومسون 3200 الحلو 2990 عسلامه حاج شنو احوالك ربي عينك عايش يا رحمودي ايش احوال الخضره ايش احوال المرشي الاسوام هاخد شوفوا الخدمه بح السبب نتاع المرشي هذايا هو مجموعة البلدية الكره بلي تاخذ يعملوا له صابو ب 30 دينار
شكون يجي يقضي ب 20 دينار تضرب في 30 دينار مع شعير بالعباد هذاك شنو اسمه هذاك تطبيق القانون هذاك يعني صابوت تطبيق هذا مرشي تجي ناس كل يزم يعمل صابون المرشي ما دام على الكهرباء تجي يضربوها ب 30 دينار ولا جاي لهنا ما نعرف ما نخدموش هلا قاعدين عطينا على عطينا على اسباب ايه مصلي على النبي هاي البطاطا ب 13 اليوم ب 14 في بلاصتها الطماطم ب 2600 3000 فرنك الفلفل ب 1950 البصل ب 13 اليوم ب 16% معناتها اسعار شعبيه من لا بيع ولا شراء هذاك هو ربي يعينك حاج وربي ان شاء الله رمضانك مبروك كيف كيف مازلنا باش نشوفوا النداء باش نشوفوا اللحم وباش نشوفوا الدجاج نعرفوا انه في رمضان اللحم والدجاج يعني عليه اقبال ايضا قاعدين نشوفوا في المرشي ماهوش معبي برشا نداء كما قلت لك مش كما يعني للمواسم اللي فاتت ورمضان اللي فات نعرفوا قبل نقاو المرشي معبي واخر التحضيرات ليوم اليوم الاول من رمضان وقاعدين نشوفوا في يعني اللحوم الحمراء صباح الخير ربي يعينكم ايش نحول اللحوم الحمراء والله اللحوم موجوده وكثيره والحمد لله ان شاء الله ربي دوما النعمه مالك ليونات ما فماش خاطر تعرف انت الوضع اللي نعيش فيه الوضع الصعب ما فماش كليونات كما العاده ما فماش موسم كما العاده والناس عندها الحق الاسوام عطينا الاسوام الاسوام هي بيدها تبدلت الاسوام نبيع بسعر جمله احنا شركه الحم تونسي وصوروه كل شيء قدامكم طابع تونسي العلوش ب 26 والهبره ب 28 وعندنا اللحم ب 18 اللي هو الصدره وعندنا اللي هو البسكوت نبيعوا فيه ب 20 اللحم ما شاء الله هاك صوروه وشوف اسهم بتناولوا الجميع ان شاء الله ما تعرف التونسي جدال فتره الحج صح انت مساس في رمضان تتحرك اللحوم الحمراء اكثر من الايام العاديه انا كان السنين ما فماش هي بالظاهر يقول من الباب تعرف شويه براو احنا كي نشوفوا معناها اللي البارح واليوم اللي هما موسم مفروض نذبحوا وتبدا السلعه متكاثره وتبدا الزبائن موجوده ما فماش باش نذبح سلعه ونحطها وينك ليونيت الناس كلها شادت ديارها والناس كلها خايفه والوضع كي تشوف فيه ان شاء الله السلعه موجوده في لافايات المرشي فرز الخضره بريمير شوا كل شيء السلعه متوفره الحمد لله لكن وينك ليونيت ليونيت ما فماش كلها خايفه حتى كليونيت شوف يعطوك متر ويضرب في 5 متر يلقى زوز واقفين يخاف على روحه ويمشي معنا الناس ماخذ احتياطها وهذا واجب اي واحد يخاف مصلحته ومصلحته ولاده وعائلته وانا واحد من الناس نقول لهم شدوا دياركم واللحم مش حاجه اجباريه اللي عنده قضيه يجي ياخذ واللي ما عندوش الدار ويخلي الناس تخدم على رواحها يعطيك الصحه وان شاء الله ربي هذا ماشي يخدم حتى واحد ربي ربي يبارك لك وربي يبارك لك في خدمتك كما شفتوا كما قلت لك نداء انه الاقبال مش كما العاده باش نمشوا نشوفوا اللحوم البيضاء وخاصه الدجاج نعرفوا اللحوم الحمراء مش متناول العائلات التونسيه الكل اللحوم البيضاء ربما تلقى اقبال اكثر عند التوانسه نزيدوا نشوفوا معنا هاي اللحوم الحمراء مرحبا بك اخوي وربي عين تفضل خويا اللحوم الدجاج الاقبال كالعاده لرمضان السنه على الدجاج والا قل الساعه ان شاء الله رمضانكم مبروك على كيف التوانسه ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء قبل كل شيء قبل الدجاج وكل شيء امين وبالنسبه للقطاع الدجاج الاقبال متوسط ماهوش اقبال كيما العاده نتاع رمضان وراجع هذا لأسباب عدة معناتها المواطن ما عادش عنده فلوس وزيد الجرون سيرفاس ما خلولوش فلوس ما خلالوش فلوس في جيبه اللي يدخل الجرون سيرفاس يكركر كل شيء يشري كل شيء بالنسبة للأسواق نتاع الجيش ولا يكون خفاض بها معناتها معقولة مقبولة مقبولة معناتها الدجاج ب 6800 سكالوب 12900 مقبولة معناتها بارابور على رمضانات اللي يتعداو وصلوا وصل سكالوب 16000 17000 وصل الدجاج ب 7000 قريب 8000 معناتها حاجات معقوله في متناول المواطن وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماشي معناتها وتطيح لكن ان شاء الله المواطن بركه ربي يعاونوا على يعيشك نداء كانت معنا هذه اخر نقطه خارجيه مع اللحوم البيضاء ان شاء الله يكون رمضان فاتحه خير على كل تويسه ويكون الشهر اللي يرفع فيه البلاء هذايا على التوانسه وعلى جميع العالم
لك الكلمة نداء وللبلاتو. شكرا ليك زهرة، يعطيك صحة بارك الله فيك. أنا عجبتني الكمامة متاع زهرة، معناتها ماشية مع المريول متاعها، يعني احنا الجمالية والتناسق ما يغيبش حتى في زمن الكورونا. تحية لكل الزميلات اللي يعملوا معنا وكل الفريق اللي معنا في صباحكم تونسي. بالحق تضحية كبيرة في الوقت هذايا وخروج وتعريض نفسهم للخطر، باش نجيب لكم انتم المعلومة باش انتم تلتزموا الحجر وتقعدوا في الدار. حسام نرجع بسرعة، عندي نقطتين حب نركز عليهم. النقطة الأولى تقنية، معناتها التقنية اللي استعملتها في المشاريع هذوما، والنقطة الثانية عندك أبيل تحب تعمله للدولة تاعهم بعد نحكي عليه. تفضل. دونك النقطة الأولانية اللي هي البروجي اللي حطيناه مثال في المستشفى بن عروس، حطينا نحن معناها شفنا اللي فما طريق عاملينه باش يشوفوا التحاليل نتاع الكوفيد. نحن قلنا علاش يقعد أي واحد باش يجي الوافد، أي وافد باش يجي للمستشفى عليه يقعد داخل الطبيب. أيوة. دونك من برا عملنا له صالة نتاع تعقيم وفيها إكران وفيها ميكرو وفيها كاميرا وفيها أبليكاسيون أندرويد وفيها إمبريمونت، وديريكتومون يحكي مع الطبيب، يحكي معاه عن بعد وتخرج له الورقة. لا هذه حماية للزوز، حماية للطبيب يعديش الوافد للمريض، والمريض يعديش الطبيب. أيوة. دونك هذه يدخل في الصالة، يدخل في الصالة استعمال، معناها ماذا بينا نجيو نصوروا اون برينسيب ماهيش الاولى، باش نركبوا بريسك 20 وحدة. عندك صور لهذا؟ انا في بالي الصور تو في شيء وهم برينسيب عطيتها لهم انا تو في. ايوه الحاجه الباهيه اللي فيها هو فك الدقيقه اللي تدخل فيها للصالة يقوم بتعقيم، فما فابوريزاسيون والا ليكيد ديزانفيكتون تو يورينا اللي بعدها. هي هذايا جوست هذا ممر، هذيك هي الصاله، يدخل لك الصاله هذيك. هذيك في الليل فور اكزومبل خدمناها مع مساعتين، جانا وافد دوب ما تخدمت نحطوه في في الصاله هذيك ديريكتومون، يحكي معها الطبيب يتحل ايكرون يقول له معناها عندك كحان عندك. دونك هذيك هي الاستجواب، والوراق اللي في عوض يكتبهم الطبيب يتابي على فورمولير وديريكتومون تمبريمي امبريمونت في وسط الشامبر هذيك. دونك بروجي مزيان ياسر ومازلنا قاعدين نطوروا. نحن ماذا بينا نخدموها بالليفيرا، عندنا برشا معناها افكار وبرشا بروجيات. هذايا جوست خدمناها في 3 ايام البروجي هذايا، معناها في ليله انستاليناها في 3 ايام. شنو ينجم شاب تونسي يخدم؟ ما خدمناش وحده بركه، رانا توا عندي بريسك توا 8 بروجيات اللي هما توا بعد غدوه تلقاو 15 بروجي انستالي في البوسه انستالينا في السبيطار في الحمايه المدنيه في قلنا سبيطار الصغار. دونك برشا بروجيات انستالي، بخلاف هذايا عندنا برشا بروجيات اخرين نتاع روبوات ولا نتاع ابليكاسيونات. اما هذايا البروجي لينوفاسيون اللي خدمناها نحن في لوجيسيال، في ابليكاسيون، في كوموند ا ديستانس، في الانترنت اوف ثينك، في التعقيم، في دونك بروجي متجمع في كل شيء. وعندنا روبو يقعد يتبعك انت تعديت بالممر ولا ما تعديتش، يقعد يعمل السونور نتاعو في والروبو هذا في ابليكاسيون اندرويد يبعث لك باللابيكا، تجي معناتها تحل بلوتوث تجيك الابليكاسيون فيها حاجات تحسيسيه يقول لك تنجم تدخل تشوف اش فما. دونك بروجيات مزيانين ياسر خدمناهم، ومش كان نحن برك خدمنا البروجيات، تونس كامله قاعد تعمل في الاختراعات، قاعد تعمل في الابتكارات، قاعدين يصنعوا الشباب في تونس كامله من بنزرت البنقردين في كل بلاصه قاعدين يفاجئونا بالاختراعات. علاش؟ على خاطر حسينا اللي نحن عندنا كومبيتونس، واللي نحن الحدود مسكره، اللي نحن الحدود مسكره ماناش الدوله نتاعنا. جاي في صالح الشباب التونسي انه على الاقل يخليوا له المجال باش يخدم في ازمه كيما هكا. الدوله نعرفوها من قبل ما تحب، معناها مش ما تحبش، معناها اما الدوله معناها ماهيش قاعده نحو الجاهز ونحو الاستيراد، وكانه الشباب اللي موجود برا ولا المخترعين برا احنا ما عندناش عقول وني في تونس. انا نحب الدوله تقف مع الشباب اللي موجوده كيما هكا، ماهوش باش تقف معايا انا خاطر انا اموري واضحه، معناها انا نوفر للدوله، انا نعطي الكادوات للدوله معناها هكا. اما نحكي على الشباب اللي ماخذين شهيد وقاعدين في الدار وقاعدين يحاولوا يبتكروا، لازمنا نعملوا عليهم. انا من استراتيجيه نتاعي انا مثال خاصه اللي قابلت سي الاسعد مرزوق، معناها الجامعه العامه للصحه اللي هي معناها بالاتفاق زاده مع لوتيكا اللي هو اتحاد الشغل بالموافقه مع لوتيكا، عرفت كيفاش ندخل في المؤسسات العموميه، وعرفت كيفاش باش ندخل باش نعطي الكادوات، خاطر ماهيش سهله باش انت تمشي تعطي كادو ولا باش تتعاون مع الدوله. هذه معناها دخلت مع اتحاد الشغل مع لوتيكا اللي هما زوز منظمات كبار اللي هما لازمهم يقفوا معنا باش نقدموا المشاريع نتاعنا. على خاطر كان ما يقفوش معنا هذوما ما نجموش. دونك نشكرهم ياسر زاده سينوف الغزي، هذوما زوز معناها زوز منظمات
لازمنا يقفوا لنا باش نحنا نعاونوا الدولة متاعنا، باش نحنا نعاونوا كجمعيات وكمجتمع أيوة. مدني أيوة. هذا كان عاونوا اما هما كينظروا للشباب الاخر، معناها الشباب اللي معناها مهندسين ومبتكرين وتقنيين، ينظروا لهم باش يعاونوهم باش يمولوهم باش يخدموا بروجيات ونقصوا شويه من الببراس، معناها خاطر تصعب علينا باش نحلوا مشروع. اكيد البيروقراطيه قاعده تعب برشا الشباب التونسي انهم يوصلوا الاختراعات نتاعهم. نعم. دونك نحاول معناها نختم. دونك نحب نشكر صغيراتي، نشكر صغيراتي مستر حسين، يشكركم معناها الصغار تحت 7 و15 سنة، نيفوهم إن شاء الله بش يطلع وبش يقعدوا في تونس ومهمش خارجين، والأدمغة معناها بش يقعدونا في بن عروس وفي في الهناء. ونشكر زيادة اللي قاعدين يدعموا معناها يمولوا، والهياكل الدولة متاعنا اللي مندوبية الطفولة ومندوبية التربية ومندوبية التكوين، الخطر هما اللي قاعدين نتعاملوا معهم. ونشكر الناس كله ان شاء الله لاباس الناس كله. احنا بدورنا يا سيدي نشكروكم، نقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك. بالحق شاب كيف كنتي شرفنا في تونس، وخاصه انك قاعد تخلق في جيل باش تلقاه تونس غدوه. شكرا لك، يعطيك الصحه وربي يحفظك ان شاء الله. شكرا. وان شاء الله نتقابلوا في مناسبه اخرى تكون سعيده برشا ونسلطوا الضوء على الاختراعات هذوما بالاختراع. شكرا لك حسام، يعطيك الصحه. احنا باش نواصلوا ما بعدنا، باش نواصلوا في الكليب هذا الحقيقه تحيه للأمن أمتعنا التونسي اللي قاعد يخدم على روح، اللي قاعد يحمي في تونس، اللي في كل الظروف ديما أيضا موجودين في الصف الأول وما وخروش التالي. باش نمشيو لكليب محمد نصري، غناء محمد نصري وكلمات الأمني والشاعر اللي عنده كلمات حلوة برشا والشعر مزيان برشا، سمير الناجي. تفضلوا.